جايه هنا النهارده عشان اربط في طوارئ. ما ينفعش ان انا في الشارع اجر خاطر معيش طاقه او عشان شكلي مش عارف بالظبط. فكرنا ان احنا نعمل واحد ثالث طوارئ نعملها بشكل مختلف، مش هتكون هدفات ولا بنضغط على نظام، احنا بنضغط على الشعب، بنعرف الشعب ليه او ايه اضرار اعلان حظر الطوارئ حاليا. انها مش بتهدف لقبض على الطبيعه قد ما هي بتهدف لكبت الحريات وكبت الراي العام. اساسا التواجد الامني في الشوارع ما هوش موجود علشان يبقى في اعلان حظر الطوارئ، لانه مش هيتطبق على البلطجيه ولا هيتطبق على الحرميه ولا هيتطبق بس على الشعب المصري. نزل النهارده عشان قانون الطوارئ ده اهانه لكرامه كل مواطن مصري. يوجد في قانون العقوبات ما يكفي للقضاء على البلطجه لو الداخلية اشتغلت بضمير وبزلمة. نفس اللي هيطبق قانون الطوارئ هو اللي هيطبق قانون العقوبات. النهاردة كلنا بنرفض قانون الطوارئ.